السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في القناه ديالكم مهووس الحلاقه. اول حاجه الاخوان، بغيتكم كاملين ديروا لايك لهذا الفيديو باش تزيدوا تشجعوني ونزيد نحط لكم دي فيديو اللي هما جداد. هذا الفيديو الاخوان غادي يكون درس تعليمي على البروتين وطريقه الاستعمال ديالو. الاخوان كما كتلاحظوا معايا، اول حاجه غنديروها هو غادي نسيباريو الشعر وغادي نقسمو الشعر باش نحطو فيه البرودوي. ولكن قبل راه كنا غسلنا الشعر ديالنا مزيان، الشعر ضروري خص يكون مغسول ونقي وناشف الاخوان. عاد كندوزو لهاد المرحله هادي فاش كنحطو البرودوي في الشعر ديالنا، وكنتاكدوا بانه البرودوي كيقيس الشعر كامل، لانه الاخوان راه ضروري بزاف الاخوان. يعني البرودوي خصو يقيس جميع الاماكن في الشعر، يعني جميع الشعر اللي غادي نحطو فيه البرودوي خصو يتقاس بالبرودوي، حيت الا بقات شي زهبه ما تقاسش بالبرودوي فراه ما غاديش تطلع لينا النتيجه كيف ما بغينا. هذاك الشيء علاش خصنا ناخذ الوقت ديالنا الكافي فاش نكونو كنحطو البرودوي على الشعر ونخدمو بطريقه احترافيه، اللي هو نسيباريو الشعر ديالنا، يعني نقسمو الشعر ديالنا مزيان ونخدمو ميشا باغ ميشا، يعني بشويه علينا، ونحاولوا نتاكدوا بانه جميع الشعر ديالنا تقاس بالبرودوي باش نوصلوا للنتيجه اللي حنا بغيناها. فهذيك الخدمه ديال الزربه حيده ما تبقاش عندك، خدم بهذه الطريقه هذه اللي طريقه اللي هي زوينه بزاف. من بعد الاخوان ما سالينا البريباراسيون ديال البرودوي ديالنا اللي هو بروتين حطيناه في الشعر ديالنا بالكامل، فدابا غادي تجي واحد الوقيته اللي غادي نحاولوا اننا نخليو البرودوي يبقى في الشعر لمده 45 دقيقه. بعد 45 دقيقة الشعر ديالنا كياخد داكشي اللي بغى من البرودوي. من بعد ما دازت 45 دقيقة غادي نديو الكليان ديالنا لافطيط وغادي نحاولو نشللو ليه الشعر ديالو، ماشي غادي نغسلو الشعر، انما كنشللو الشعر بنسبة تقريبا نقولو 70% ولا حتى 75%، فضروري كيبقى شوية ديال البرودوي في الشعر، فقط حنا كنحاولو اننا نشللو ونحيدو داك البرودوي اللي ما بغيناش. من بعد الاخوان ما سالينا التشلال ديال الشعر، غادي نحاولوا نشفوا الشعر ديالنا بسيشوار، ولكن بدون استعمال اي بروس ولا اي مشطه، فقط بيدينا نحاولوا نقيسوا بيدينا ونشوف بسيشوار مزيان حتى ينشف الشعر ديالنا 100%، ما تبقى فيه حتى شي بلاصه فازقه. من بعد الاخوان كما كتلاحظوا معايا الشعر ديالنا ولا ناشف، بطبيعه الحال غيرجع للاصل ديالو اللي هو مبوكلي، ولكن حنا هنا عاد غادي نبداو الخدمه ديالنا. غادي نبداو الخدمه بلي بلاك الاخوان كما كتشوفوا معايا. اول حاجه غنديروها هو غنقسموا الشعر، غنسيباريو الشعر ديالنا باش يبان لينا شنو غادي نخدمو، ونخدمو بطريقه اللي هي بسيطه وبطريقه اللي هي احترافيه الاخوان. كما كتلاحظوا معايا كنقسموا الشعر وكنخدمو كل ميشة كنخدموها بوحدها كما كتلاحظوا بهذه الطريقة هذه. حاولوا كل ميشة تحاولوا تخدموها جوج حتى ثلاثة الخطرات باش تعطيكم الريزلطا ولا النتيجة اللي بغيتو. والحرارة بطبيعة الحال ديال لي بلاك خص تكون فايتة 210 ديال الدرجة، يعني من 210 حتى 230 تقدر تخدم بها، فأقل درجة تقدر تخدم بها هي 210 درجات الحرارة الإخوان. وغادي تخدموا بهذه الطريقة هذه كما كتلاحظوا معايا، كل ميشة كنعطيوها الوقت الكافي ديالها وكنخدموها بشوية علينا، يعني ماشي كنضربو غير على الله، لا كنخدمو ميشة وحنا عارفين بأنه تخدمات، عاد كندوزو لميشة وحدة أخرى الإخوان. هادشي الا بغيتو توصلوا للنتيجه اللي هي احترافيه، اما الا بغيتو ديروا ديك الخدمه غير كتبقى تضرب على الله فراه ما توصل حتى لشي نتيجه. كما كتلاحظوا الاخوان راه كل ميشا خصك تعطيها الوقت الكافي ديالها، وحاول انك تخدم الميشا خدمها بشويه وعاودها بزاف ديال المرات الاخوان.
طبيعة الحال راه كتمشي مع الشعر كامل بنفس الطريقة كما كتلاحظوا معايا هنا، وصلنا تقريبا قربنا نساليو. شوفوا معايا الاخوان الطريقة باش كنخدم الشعر ديالي، ما كنطلعوش للفوق باش ما يجيش مشوك. دائما الشعر يتخدم الوراء ولا الجنب باش ما كيكونش الشعر مشوك، لانك لا خدمتيه للفوق كيبقى الشعر ديالك مشوك، ما كيبقى لا كوب لا حتى شي حاجة، يعني كيولي داكشي مخربق، ما كيبانش داكشي بروفيسيونيل الاخوان، وما كيبانش الشعر بانه فريمون تخدم مزيان. لذلك خصكم تخدموه دائما بهذه الطريقه الاخوان. هنا الاخوان وصلنا للميشه الاخيره ديالنا اللي هي هذه اللي كتكون في لافخونش القدام. هذه الميشه هذه مهمه بزاف، حاولوا انكم تخدموها مزيان الاخوان، لانها هي اللي كتحكم على الشعر ديالك كيفاش طلع. فإلا خدمتي الشعر كامل مزيان وجيتي لحتى لهاد الميشه وما خدمتيهاش مزيان، فبحال ما درتي حتى شي حاجه. داكشي علاش خصكم تركزوا مزيان في هاد الميشه هادي الاخوان، تخدموها بطريقه اللي خصها تخدم بها. هنا الاخوان غتلاحظوا معايا انه وليت كنخدم بالبلاك الكبيره بطبيعه الحال، لانه هنا الشعر طويل، فالبلاك الصغيره كنخدموا بها فقط في الاماكن اللي فيهم الشعر قصيرة الاخوان، اما الشعر الطويل فراه كنخدموه بالبلاك الكبيره الاخوان. هنا الاخوان سالينا من لي بلاك ديالنا كما كتلاحظوا معايا، هذه هي النتيجه اللي هي زوينه بزاف، ولكن هنا مازال ما ساليناش، فالشعر ديالنا باقي معلق بالبرودوي، يعني باقي فيه داك البرودوي كما كتلاحظوا معايا. ولكن كنحاولوا نفيريفيو ولا نقلبوا واش الشعر ديالنا تخدم كومبلي ولا مازال فيه شي بلاصه ما تخدماتش ولا شي حاجه. فكما كتلاحظوا معايا الشعر ديالنا تخدم كامل، ومن اللي غاصين يعني من الجذور ديال الشعر تخدم. فمن بعد غادي ندوزو لخطوه وحده اخرى اللي هي غادي نغسلو الشعر ديالنا باش يتحيد منه البرودوي، ولكن قبل كنكونو خليناه واحد 10 دقائق باش يبرد الشعر ديالنا الاخوان. من بعد غادي نغسلوها الاخوان بالشامبون باش نحيدو البرودوي من الشعر ما يبقاش فيه نهائيا، لانه بزاف ديال الناس كيقول لك من بعد ما درنا تريتمون ديال البروتيين فراه كيولي عندنا القشره والحكه، لانه الاخوان ما كيتغسلش الشعر، فراه اوبليجي خصك تغسل الشعر باش ما يبقاش البرودوي في الجلده وما يديرش لينا القشره وبزاف ديال المشاكل وحدين اخرين. من بعد الاخوان ما سالينا الغسيل غادي ندوزو الماسك. هذا ماسك ديال البروتيين، فهاد الماسك كديرو باش انه يفيكسي لك البروتيين في الشعر باش يدوز لك اطول مده، وباش يكالمي لك الزغبه، ما تبقاش لك الزغبه مشوكه بسبب الحراره اللي خدمنا بها الاخوان. هاد الماسك كيبقى تقريبا 10 دقائق في الشعر، من بعد الاخوان كنغسلوه كما كتلاحظوا معايا بالماء عادي بدون استعمال شامبون، لانه الشامبون درناه في الاول فما يمكنش نديرو في الاول ونعاودوه في الثاني، فراه الشامبون اللي استعملت ضروري يكون سونسي الفاتا الاخوان. من بعد ما حيدنا الماسك من الشعر الاخوان، دابا غادي نشفو الشعر ديالنا بطريقه اللي هي بسيطه الاخوان، ماشي كنديرو ليه بروشينغ، انما فقط كنشفو الشعر. الشعر خصو ينشف مزيان الاخوان باش يعطينا المشطه اللي بغيناها. وهنا الاخوان غادي نكونوا وصلنا للنتيجه اللي بغيناها. كما كتلاحظوا معايا الشعر ديالنا ولا مسرح ولا كوب جات زوينه بطريقه اللي هي بسيطه الاخوان. فكما كتلاحظوا معايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لنا واحد اللايك وخليو لنا شي تعليق، ودخلوا الانستغرام باش صيفطوا لنا اي حاجه بغيتوها وباش توصلوا بكل جديد الاخوه. تهلاو ليا فراسكم بزاف، كان معكم زكريا من قناه مهووس الحلاقه.